السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب مع بكم مع محاضرة جديدة من محاضرات الداتا ماينينج. إن شاء الله في محاضرتنا اليوم راح نكون في أو راح نناقش الستيب الأولى اللي لعمليات الداتا ماينينج. تكلمنا سابقا عن عملية تجميع البيانات وتعرفنا على بعض خصائصها وطرحنا بعض الأسئلة اللي لازم تمر في بالنا أثناء عملية تجميع البيانات. إن شاء الله اليوم راح نكون راح نعالج هذه البيانات، راح نطبق عليها أول بروسيسيس وهي البري بروسيسنج ستيج من أجل أنه ننقل البيانات ونوصل بها إلى تنفيذ التاسك اللي أمامنا. في هذه المحاضرة راح نطرح أو راح نناقش مجموعة من البايثون كودز اللي ساعدنا على قراءة الداتا سيت. يعني أنا عندي داتا سيت أريد أقراها بشكل فعلي بلغة برمجية، فراح أبين لكم اليوم مجموعة من الكودز بايثون كودز اللي نستطيع بها قراءة الداتا سيت. طبعا هذه الكودات هي للإطلاع اللي يريد يستفاد من عدها، فأنتوا ما تحتاجون تحفظوها، مجرد إنه للشخص اللي أو الطالب اللي يريد يمارس الداتا ماينينج بشكل عملي ممكن يستفاد من هذه الكودات. في الخطوة أو في الجزء الآخر راح نناقش أو نبين لماذا بري بروسيسنج ستيب هي خطوة مهمة، ما الذي ممكن أن نستفاد منه في حالة طبقنا البري بروسيسنج ستيج. ذين راح نبين ما هي المجر تاسك اللي تتضمنها عملية الداتا بري بروسيسنج. في المحاضرتين السابقتين احنا اني بينت مجموعة من الانواع المختلفة للداتا سيت، ذكرنا انه بعضها تكون ستراكتشر، بعضها تكون غير ستراكتشر، بعضها تكون دايناميك، بعضها تكون استاتيك. وايضا اني وضحت في سلايد انه الستراكتشر داتا سيت كيف تكون، وبينا ان هي غالبا تكون على شكل او كأنه تكون على شكل جدول متكون مجموعة من الدوكيومنت اللي هي العمود الأول، والأتروبيوت تمثل الصف العلوي. فاللي يريد يطلع على ريال داتا سيت ممكن يروح لهذه المواقع ويشوف هنالك أمثلة مختلفة للداتا سيت، مثلا UCI Machine Learning Repository تعرض مجموعة من الداتا سيت الحقيقية. نحاول نزورها. لاحظ هذا الموقع هناك مجموعة مختلفة من الداتا سيت تخص تصانيف مختلفة من العلوم، فالشخص اللي يريد يعرف كيف تكون الداتا سيت ممكن يروح لهذه المواقع اللي تكون مجانية وإن هي فري للطالب، ممكن يروح يسوي لها داونلود ويتعرف على الداتا سيت. عندي هنا مثل هارت ديزيز، الواين، الأدولت، أنواع مختلفة من الداتا سيت اللي محملة على هذا الموقع ومجمعة ومصنفة على حسب نوع الساينس، فالطالب ممكن ينزلهن ويتعرف على الداتا سيت. هناك نوع ثاني أيضا اللي هي كوجل ويب سايت، أيضا تحوي على فري داتا سيت. طبعا اكو مواقع اخرى، ممكن جوجل داتا سيت، ممكن يعني تكتبون مجرد في الجوجل انه فري داتا سيت ممكن تطرح لكم او تنطيكم مجموعه ميع مختلفه من الداتا سيت. نلاحظ هنا عندي هنا مجموعه من مثلا هارت ديزيز UCI، عندي هنا داتا ساينس تشيت، يعني امور مختلفه او داتا سيت تخص تصانيف مختلفه من العلوم. الموضوع الاطلاع، الشخص اللي يحب يتعرف على الداتا سيت ممكن يبحث عنها في هذه المواقع. طبعا البايثون لغة برمجية
موجودة فري على الجوجل، ممكن انه سولها داونلود وتنصبوها، تنصيبها جدا سلس وايضا داونلود لها جدا سلس. اكو فيرجنات مختلفة منها، ممكن تبدون فيرجن بسيط، اذا واجهت صعوبة في الفيرجن الاحدث من ناحية الداونلود ممكن يكون يعني كود شارج عليه، بس الفيرجنات القديمة شوية تكون فري، انا متأكدة من هالموضوع. ايضا للشخص الطالب اللي ما يريد مثلا ينصب البايثون، ممكن انه يكتب في الجوجل اونلاين بايثون، راح تطلع لك في شاشة كومبايلر، ممكن تنفذ بها كودات بسيطة من البايثون، تكتب في الجوجل اونلاين بايثون راح تطلع لك وبشكل واضح. ايضا راح يعطيك مثال مكتوب بها انه كيف تطبع هلو وورد، ممكن تتعلم او هي كبداية لك لاستخدامها. طبعا البايثون طبيعتها تختلف عن اللغات البرمجية اللي تعرفوها مثل فيجوال بيسك، سي بلس بلس، اللي يعرف جافا شوية اسلوبها يختلف، لكن بها دوال ومكتب، يعني هي عندها بعض المشتركات، لكن البايثون بها مجموعة من الكودات اللي ما تلقاها في لغات أخرى، مسهلة الأسلوب. مثلا أني ما أحتاج، نحن نلاحظ في السلايد التالية ونشوف شنو الفرق ما بيناتها وما بين اللغات الاعتيادية اللي سي بلس بلس وفيجوال بيسك. على كل حال، في حال انه طالب نزل من الويب سايت اللي عرضناهن في الداتا سيت معينة، اكيد راح هنا يعطي الباث للداتا سيت ويقرأها. فطريقة قراءة الداتا سيت في البايثون تكون بهذه الطريقة، انه نكتب bd.read.csv. طبعا bd راح نعرف هاي شنو في السلايد التالية، بس مجرد للاطلاع انه هنا يقول لك انه اذا تقرأ داتا سيت ممكن تكتب هذا الكود. ايضا في الخطوة التالية او في الكود التالية عندي هنا print.dataset.head، ممكن تكتب هذا الكود حتى يطبع لك اول ايتمات في الداتا سيت الهيد مالته. ممكن تكتب التيل last five rows من التيل، يعني اخر صفوف من الداتا سيت، ممكن تطبعها بكتابه هذه الكود. ايضا في حال حبيت تستعرض الاتربيوت للداتا سيت، احنا ذكرنا انه داتا سيت متكونه من ريكورد واتربيوت، الريكورد هو العمود الاول والاتربيوت هو الصف العلوي، يعني اسم الاتربيوت، بس الاتربيوت اكيد في الصفوف التاليه، بس عندك الصف العلوي هو اسم الاتربيوت. فممكن تعرض الصف الاول اللي قلنا عليه هو الاتربيوت فيكتور بكتابة هذا الكود. الكود اللي بعده وهو print shape dataset dot shape، ممكن تطبع shape of dataset. مثلا أنا عندي dataset متكونة من 1000 في، يعني 1000 record في 500 attribute، فحتى أطبع هذا الدايمنشن إنه 1000 × 500، ممكن أكتب هذا الكود اللي هو dataset.shape، يعني ما راح تطبع لي فد شكل معين أو فد جراف وقول لك هذا شكل الداتاسيت، ما راح ينطيني فد رسم، وإنما راح يطبع لي على حسب المثال اللي قلته أني 1000. هذا حيطبع لي 1000 بطريقه كده في 500. هالشكل 1000 × 500، هذا الشيء بالداتا سيت اللي أنا نزلتها أو اللي أنا افترضتها في هذا المثال. أيضا في حال حبينا نطبع أو نظهر الدايمنشن، أنا نزلت داتا سيت وما أعرف دايمنشن مالتها شنو، فلو افترضنا أنه الداتا سيت اللي عندي هنا هي structure data set واللي قلت عنها أنها تشبه الجدول، فهنا راح تكون الأوتبوت مال هاي الكود هو عبارة عن رقم 2، لأن أنا عندي 2D dimension عبارة عن صفوف وأعمدة، بالتالي output هذا الكود هو رقم 2.
هنا تايتل يساوي دوت سيت دوت كوم داتا سيت دوت كولومز. اذا اريد اطبع الكولومز اقدر اطبعهن او اظهرهن بكتابة هذه الكود. وبن داتا سيت دوت سبيشال دوت لينك ديسكرايب ديسكرايب ا سيرتن كولوم وذ سيم بيسك ستاتستيك، انه يصف لي كولومز الداتا سيت. هاي الكودات للاطلاع مجرد طرحناها حتى نشجعكم تشوفون شنو البايثون تتعلموها وايضا تطبقون الداتا مايننج بشكل عملي. بس احنا كمختبر ما راح ندخل مختبر وانما مجرد نتعرف عليهن. اذا لو اني اريد اسوي داتا سيت او جدول، هنا ما نتكلم انه داتا سيت ينزلها من الويب سايت، لا انا اريد اسوي في جدول معين بتكون من مجموعة من الدوكيومنت مجموعة من الاتريبيوت. في البايثون اقدر اسويها باستخدام هيتش كود، هذا احد امثلة. ممكن اكو ادوات اخرى، فاحتاج في البداية اسوي امبورت للباندس. طبعا الباندس هو سوفت وير موجود في البايثون يستخدم للتعامل مع هكذا نوع من البيانات. فأسوي import للباندز as bd، يعني أنطيه اسم bd، then data f فد متغير أسوي equal bd dot data frame، أستدعي الداتا فريم الموجودة في الباندز وأفتح هذا structure من الداتا بهذا الشكل قوس وهكذا. هنا عندي name وهنا أنا مصفوفة، يعني كأنه مثل الدكشنري إنه أعطي key وvalues، بس هو مو دكشنري وإنما name والاراي. هاي الاراي كلها تعتبر كفاليو واحدة، تعتبر فاليو واحدة. وكمل الجدول، لو قلت له برنت دي اف راح يطلع لي الجدول بهذه الصورة. طبعا هذا الموضوع لو حبيت انه اسوي مثل هذا الجدول في الجافا او الفيجوال بيسك اكيد راح احتاج في البداية اسوي فت فور واطرح يعني واسوي ستب واطبع جملة جملة، فشي نوعا ما معقد. في بايثون هالموضوع سهل، والطباعة تكون سهلة والإظهار يكون سهل، والبايثون هي تنظم نفسها وتكون يعني الموضوع جدا سلس. فأنا جبت هذا الكود حتى نشجعكم تستخدمون البايثون. إذن ننتقل لمحاضرتنا الفعلية، why pre-processing the data. لو احنا يعني لماذا احنا نطبق عملية البري بروسيسنج على الداتا؟ لو نتصور imagine that you have been charged with analyzing a company sales. لو نتصور انه احنا كلفنا بمهمة تحليل بيانات الشركة وبالاخص تحليل مبيعات تلك الشركة. You have to inspect the company database and select the attribute or dimensions. يعني انت تحتاج في البداية كشخص محلل انه تزور الداتابيس لتلك الشركة وتحدد ما هي الاتريبيوت اللي تفيدك في عملية التحليل. في مثال هنا طرحنا سيلز، فاكيد راح نحدد الاتريبيوت اللي هي تخص السيلز مثل الايتم برايس اند برودكت سيلد، يعني الايتم المعروضة الاسعار والمنتجات التي تم بيعها. لكن انت كشخص محلل تتفاجأ لما تتصفح الداتابيس لتلك الشركة انه several attributes have no recorded value. هنالك مجموعة من الاتريبيوت اللي تخص هذه الاتريبيوت اقصد بها انه قيمهن غير مسجلة، مكانهن يكون فارغ، او اتريبيوت تكون ايرور. مثلا عندنا برودكت سولد موجود في السالب، يعني اكيد اني المبيع يعني الايتم اللي بعته ما يكون مثلا ماينس 1000 او ماينس 10000. بالتاكيد انت كشخص محلل راح تعرف انه هنالك ايرور في هذا في تلك الفاليو او انيوجوال فاليوز. مثلا برودكت سولد مكتوب عليها مثلا كانه رمز، مثلا مكتوب سولد او مكتوب يعني unusual value. ايضا inconsistence in the data record for same transaction، انه مثلا انت عندك product بعته في سعر ولكن في الخطوة في سجل اخر مبيوع هذا البرودكت بسعر اخر،
without sale يعني ماكو without discount ماكو discount, وإنما هنا في ريكورد معين بعنا أو نباع في سعر معين, ولكن في ريكورد آخر نباع بسعر آخر. فعندك شخص محلل كح تستوقفك هيجي بيانات اللي تكون misleading, بيانات لا تؤدي إلى نتيجة, بيانات دائما تكون هي خاطئة, بيانات تحمل نسبة من الخطأ. فشو نسوي كشخص محلل؟ هنا تحتاج انه تطبق البري بروسيسنج ستيج او بري بروسيسنج بروسيس. فاذا نستنتج من هذا انه البيانات في العالم هي عبارة او في الحقيقة هي عن عبارة عن بيانات غير صحيحة, ممكن نطلق عنها بالديرتي, دائما تكون incomplete, دائما تكون noisy, ودائما تكون inconsistent. incomplete تكون غير مكتملة, noisy فوضوية أو عشوائية, وتكون inconsistent يعني غير ثابتة في التغير أو في التغيير. incomplete أمثلتها missing attribute value, lack of certain attribute يعني أما تكون attribute مفقودة أو تكون attribute غير قيمها غير كافية, أو تحوي شيء من الأجريجيت يعني تحتوي مجرد بيانات وتم وضعها من أجل ملء الحقول. مثلا إحنا نلاحظ مرات إنه يسجل على موقع معين فيسألنا ما هو date of birth, أنا ما رح أكتب date of birth الحقيقي إلي, وإنما أختار أول شهر جانوري حطيت جانوري مجرد داتا أضفتها حتى أملي الحقول, أو ممكن أكتب star star إلا إذا هو الموقع يفرض علي أنه ما أكتب هذا الرقم, بس كdate of birth ممكن أكتب يعني كتاريخ الميلاد ممكن أكتب أي شيء مجرد حتى أملي ذلك الحقل. أيضا noisy data نلاحظ إنه بعض الحقول تكون error مثل ما ذكرنا, أو outlier مثلا salary يكون بس في السالب, أو outlier مثلا أني عندي مثلا فترة محددة عندي مثلا من 1000 إلى 10,000, أنا ألاحظ إنه بعض الأتريبيوت مكتوبة 100,000 وهي بيانات خارج البيانات اللي تم تحديد فترتها. أيضا inconsistent نلاحظ إنه مثلا عندي بعض اليوزر أو بعض النيمز تكون إنه الاتريبيوت أو الفاليو أوف الاتريبيوت تكون غير منطقية, يكون مثلا اليوزر كاتبين عمره 42 والبريث داي مات 3/7/1997, فبالتأكيد هذه بيانات غير صحيحة لأنه 97 معناتها عمره حدود 22 هكذا مو 42, فيكون الأيج أما الأيج يكون خطأ أو تاريخ الميلاد. نلاحظ أنه بعض البيانات ممكن تكون صنفناها بأرقام نمبر, لكن في نفس الجدول نفس الأتريبيوت تم تصنيفها بحروف أخرى, فبالتالي هذه البيانات أو هاي الفاليو تكون inconsistent يعني, وهكذا أمور تكون متوهة أو تتوه الشخص, أو تكون يعني ما تعطيني بيانات لا تساعد في حل التاسك. فأحتاج كشخص محلل إنه عالج هذه الأتريبيوت. فإذا تقريبا إحنا أثناء كلامنا الضمني بينا why is data pre-processing important. Pre-processing تساعد أو make our database more accurate, يعني عندما أنفذ خطوات pre-processing اللي ساعد على حل هذه المشاكل اللي هنا ذكرناها راح أجعل database اللي عندي هي أكثر accurate. Make our database more accurate, we eliminate the incorrect or missing value that effect on the result of a human factor or bugs. يعني انه pre-processing راح تساعدنا على حل مشكلات ال incorrect value او الفاليو اللي تكون مفقودة واللي تؤثر على التاسك اللي نريد ننفذها.
طبعا accurate of data انه البيانات عندما تكون قوية، عملنا تنقيب بياناتنا او نتيجة الاوتبوت من التنقيب بيانات راح يكون قوي. low quality data will lead to low quality mining result. كل ما كانت البيانات ذات نوعية او رديئة في النوعية راح تؤدي الى رداءة في الاوتبوت تبع الداتا مايننج. لذا احنا نحتاج ان نهتم بالبريبروسنج ستيب حتى نحسن من مستوى البيانات اللي عندنا، وبالتالي نحسن من عملية او الاوتبوت تبع الداتا مايننج، لانه الداتا كواليتي از كي ايشو ان داتا مايننج. نوعية البيانات هي جدا ضرورية في تنقيب البيانات. حتى نعرف انه البيانات اللي عندنا هي هاي كواليتي، نحتاج انه نناقش او نبين مجموعة او نقيسها وفق مجموعة من المعايير. احتاج انه اقيس على جودة البيانات تبع هذه المعايير. اول مقياس هو الاكيوريسي. نحتاج نتأكد في من البيانات انه تكون دقيقة، ما تحتوي على اخطاء. لازم البيانات تكون دقيقة ما تحتوي على أخطاء. طبعا الأخطاء ممكن أن تحدث، مثلا أنه المسؤول على إدخال البيانات في تلك الداتابيس ممكن يكون يعني يتعمد إدخال البيانات بشكل خاطئ. مرة يكون بشكل متعمد، مرة يكون لا بشكل أنه غير ما فهم القصد، يعتقد أنه هذه البيانات غير مهمة بالتالي يدخل أي بيانات عشوائية، وهي بالحقيقة يجوز في ذلك الوقت كانت بيانات غير مهمة، لكن مع الوقت احنا احتاجنا تلك البيانات واصبحت بيانات مهمة. بعض الاحيان هو اليوزر نفسه ينطي بيانات خاطئة، مجرد مثل ما ذكرت انه يريد يملي هذه الحقول. بعضه مثلا يكون يعني فشل في يعني يكتب بيانات مثلا بالانجليزي ويطلع هو كاتبهم بالعربي، والمسؤول عن 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 ادخال البيانات ما ملاحظ هذا الموضوع فتكون بيانات ربش. بعضها تكون الفورمات مختلفة، مثلا انه يدخل مرة مثلا تاريخ الميلاد متكون من يوم شهر سنة، مرة اخرى لا يدخل سنة يوم شهر، وهكذا يعني فورمات التاريخ يكون مختلفة كل مرة، بالتالي تكون بيانات inconsistent، بيانات تكون متغايرة، نفس البيانات كل مرة تنكتب بطريقة مختلفة. completeness، نحتاج أيضا نتأكد أو نقيس هل إنه البيانات كاملة، هل هي قادرة، هذه البيانات المتوفرة عندي قادرة على إنجاز التاسك اللي عندي. ايضا هناك اسباب كثيرة لعدم اكتمال البيانات، مثلا فقدان بعض الاتريبيوت اللي عادة المهمة اللي عندنا، مثل ما ذكرنا في اول مثال او اول حالة محلل المبيعات يشوف انه الاتريبيوت اللي عنده مو مكتملة، اكو بيانات فارغة مو صحيحة، بالتالي راح يأثر على جودة البيانات. كذلك هنالك يعني أسباب مختلفة لترك تلك البيانات غير معبأة. الكونسستنسي ذكرت أيضا احتاج أنه تكون البيانات تأخذ نمط واحد، أنه مو مرة أكتب أي بي يعني أكتب أول مرة حروف أبجدية بعدين أدخل أرقام، أو ما أستخدم فورمات مختلفة لكتابة تلك الفاليوز. timelines، طبعا timelines ايضا جدا ضروري، لانه احتاج انه نلاحظ الابديت في البيانات. احنا ذكرنا بعض الكويستشن اللي لازم تمر في بالنا في البداية في مرحلة تجميع البيانات، تقريبا هي مشابهة لهذه الستيبس اللي موجود هنا، بس هنا هاي الستيبس او هاي السكيم او هاي
يعني هذه الخطوات نحتاج يعني نطرحها مرة ثانية في مرحلة pre processing، نشوف بعد ما جمعنا البيانات هل إنه البيانات وافقت المعايير لو لا. يعني تلك الأسئلة لازم تطرح في بالنا في مرحلة تجميع البيانات. بس إحنا في pre processing خلص جمعنا البيانات وصار عندي داتا سيت، فأحتاج أيضا أقيس هذه الداتا سيت، أقيس معايير داتا كواليتي. فالبيانات نحتاج نتعرف هل هي محدثة. يعني نفرض مثال أنه أنا مسؤول مبيعات شركة ما، وأحتاج في كل شهر أنطي تقرير عن مستوى المبيعات في تلك الشركة. فمندوب المبيعات إذا أتأخروا وما أنطوني الفيدباك لذلك الشهر، فأني كشخص مسؤول أرفع تقريري بدون الفيدباك من هؤلاء الأشخاص. فبعد ما رفع التقرير هؤلاء المندوبين أنطوني الفيدباك وأني دخلت في الداتابيس، هنا صارت البيانات غير محدثة. يعني بيانات الشهر، خلينا نقول الشهر الواحد، كانت بيانات قديمة أو بيانات غير محدثة، والأشخاص أضافوا للبيانات بعد تاريخ شهر الواحد كأنه في منتصف الثاني، فصار هنالك إرباك في التايم لاينس إنه البيانات لا توافق التاريخ الذي التاريخ العائدة إليه. Believability and interpretability. Believability إنه نحتاج إنه نثق في أني كشخص مسؤول مثلاً عن، نحتاج إنه أثق في مصدر تلك البيانات، هل مصدرها يكون موثوق أم لا. مثلاً أنا عندي شركة دائماً توفر لي أجهزة، واثق في هذه الشركة. فبالتالي أي items راح توفر لي أنا أكون واثق بأنه هذا الأيتم يكون صحيح. عدم الثقة بتلك الشركة راح يؤدي إلى عدم التعامل مع هذه الشركة حتى لو وفرت لي أيتم صحيح. فالمصداقية جدا ضرورية في محور مهم في قياس الداتا كواليتي. الانتربريتابيلتي يعني عملية التفسير. مثلا أنا أيضا مسؤول عن مول، أنا كشخص مسؤول عن قسم المبيعات، فإذا أريد أروح وأكون هناك شخص آخر مسؤول عن عملية التنظيم توزيع البرودكتس في المول، فلو وجدت صعوبة في قراءة الأكواد وطريقة تنظيم تلك البرودكت في المول، فراح أعتبر أنه هذه البيانات لو كواليتي. يعني مثلا الأسماء اللي تدليني على مكان البرودكت ما تقودني إلى ذلك البرودكت، لأنه أنا ما أعرف ما هي طريقة الترتيب، أو مسؤول قسم الترتيب مثلا ما كان غير واضح في ترتيب في عملية الترتيب أو في توزيع المنتجات. بالتالي أنا كشخص مسؤول عن قسم المبيعات ما أقدر أتعامل مع تلك المعلومات اللي يعطيني إياها، لأنه المعلومات تكون غير واضحة. تقريبا هذه أهم الأمور اللي نحتاج أنه نراعيها أو نحتاج أن نوفرها في البيانات حتى تكون البيانات ذات high quality. بالتالي data mining تكون أيضا ذات good أو high results. ما هي الميجر تاسك data pre-processing؟ ما هي التاسك أو الوظائف الرئيسية التي يجب أن نمر بها في عملية الداتا بري بروسيسنج؟ أول السب وهو الداتا كلينينج وهي عملية تنظيف البيانات. تكلمنا إحنا في المحاضرة تقريبا الأولى والثانية عن تنقية أو تنظيف البيانات، إن شاء الله إحنا نأخذها في كمور ديتيلز هنا في هذه المحاضرة. داتا كلين نعني بها fill in missing value، smooth noisy data، identify أو remove out layer، هي عملية ملء الفراغات. أنا عندي attribute أو عندي data set تحتوي على attribute missing، attribute ما موجودة، فأنا أحتاج أنه أملي هذه attribute بالقيمة اللي تكون مقاربة للقيمة الحقيقية. هذا الشيء يكون في مرحلة data cleaning. أو أحتاج smooth noisy data، أنا عندي داتا بس شكيت بها إنه هذه البيانات تكون غير صحيحة، فأحتاج أسوي لها سموث. Identify أو remove the outlier، إنه نعرف أو نحذف الأوتلاير. أنا عندي مثلا فئة عمرية من
نقول كطلاب جامعة من 18 إلى 22، ووجدت في الداتا سيت اللي عندي طلاب جامعة عمرهم 40، فهذا 40 معناته إنه هاي المعلومة خاطئة، فأحتاج إنه أما أعرفها إن أحددها، أما أحذفها أو أوجد القيمة الصحيحة أو المقاربة. أندري سوب إنكوسيستنس أيضا اللي هو يعني نحتاج في داتا كلينج إنه نحل مسألة عدم التغاير الإنكوسيستنس، ونفرض عرفنا شنو معنى الإنكوسيستنس. في خطوة اللي بعدها وهو Data Integration and Transformation، وإحنا أيضا تعرفنا عن Data Integration and Transformation في الخطوة في المحاضرات السابقة، قصدنا بها إنه أنا أخذت بيانات من مصادر مختلفة، فأحتاج إنه أوحد هذه البيانات لداتا بيس واحدة وأتعامل مع Just One Dataset. في المرحلة التالية هو Data Reduction Opting a reduced representation of the data set that is much smaller in volume. إنه أنا عندي data set حجمها جدا كبير، فأحتاج إنه أضغطها كأنه يعني أصغرها مع المحافظة على قيمة تلك البيانات، كأنه العمل مشابه لمسألة إنه أنا من عندي مجموعة ملفات أضغط هذه الملفات فيكون حجمها أقل، بس يعني عندي مثلا مجموعة من الفولدرات تحتوي مجموعة من الفيديوز، فأسوي لها ضغط لهذه الملفات، بالتالي تبقى الملفات محافظة على جودتها وعددها لكن تأخذ حجم أقل، فهو ذا مشابه للداتا ريدكشن. Yet produce the same or almost the same analytic results. إنه تنطينا رغم عملية هذا الضغط أو هذا الريدكشن تبقى تنطيني the same analytic result، نفس النتيجة التحليلية. وإدارة السكرتيزيشن، نروح لأول مرحلة وهو الداتا كلينينج. احنا ذكرنا انه داتا كلينينج تعالج مسألة الميسنج فاليو، فحتى عالج مسألة الميسنج فاليو هناك مجموعة من الخطوات او مجموعة من الاوبشنات اللي عندي. اول اوبشن او من الاوبشنات اللي اقدر استخدمها وهو ignore the tuple، انه اهمل ذلك الريكورد اللي يحوي على هذه الاتريبيوت المفقودة. طبعا غالبا هذا الخيار يكون اسلم حل، لكن نحتاج انه ننظر لو اني حذفت ذلك الريكورد هل هذا عملية الحذف راح تأثر على عملية على نتيجة التحليل ام لا، تأثر على نتيجة التحليل ام لا. لو اثرت لازم ما احذفه، لازم استخدم بالوسائل البديلة الاخرى. This is usually done when the class table is missing. يعني ذلك غالبا ألجأ إلى ignore the tuple when the class table is missing. رح نعرف شنو class table. Assuming the mining a task involves classification or description. احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة مسألة انه الاتريبيوت تكون على انواع مختلفة، بعضها شنو يكون، بعضها يكون nominal، بعضها يكون باينري، بعضها يكون نيميريك، أو الآخر يكون أوردينال. فنقصد بـ ignore the tuple أحتاج أو أقدر أحذف ذلك الريكورد في حال كانت النقص في الأتريبيوت وكانت الأتريبيوت من النوع الـ classification، يعني مثلا أنا عندي جدول بمجموعة من معلومات مرضى معينين، ففي الحقل اللي يقول لي انه هذا الشخص مريض في هذا المرض ولقيت انه هذا اكو بيانات مفقودة، فما اقدر اني اخمن هذه القيمة لانه هي مسألة واحدة، اما مريض بهذا المرض ام غير مريض، فاذا لقيت النتيجة او الاتريبيوت فارغة لازم اسلم الي احذف ذلك الريكورد، ما اقدر انطفت استيميشن لتلك الفاليو. بس اذا كان فد رقم مثلا عمر، كان قيمة السالري، مقدار مبيعات، ممكن أجد وسيلة أخرى، وإلا لو كانت تلك الأتريبيوت من النوع النومينال أو كلاسيفيكيشن فأسلم إلي أنه أحذف ذلك الريكورد. أيضا من الوسائل الأخرى هو fill in the missing value manually،
يعني in general this approach is time consuming and may not be feasible given a large data set with many missing value. إذا كانت مثلا بيانات تلك الاتربيوت فارغة أني أقدر أروح وأدخل تلك البيانات manually، يعني أنا أدخلها، أني أجيب تلك البيانات وأعبي ذلك الفراغ، وغالبا تكون البيانات صحيحة لأنه أنا تحققت عن البيانات وجبت البيانات الصحيحة. لكن أيضا هذا الموضوع يكون يعني جدا مرهق. أنا لو عندي بيانات أو داتا ست متكونة من 100,000 ريكورد، بالتأكيد أنا ما أجي أسوي يعني سيرتشنج على كل تلك الأتربيوت الفارغة وأتحقق من شخص شخص أو من ريكورد ريكورد حتى أملي ذلك الفراغ، فتكون هذا الأسلوب نوعا ما غير عملي. إذا أكو وسيلة أخرى أنه أيضا أملي الفراغ لكن بأسلوب أوتوماتيكالي، واسطة تخمين، يعني ما أنطي القيمة الحقيقية وإنما أخمن هذه القيمة. هناك مجموعة من الأوبشنات من عدها، وهو أنه أملي ذلك الفراغ بGlobal Constant such as a noun or infinity أو أي رمز معروف عندي، أنه أروح ذلك الفراغ وأنطيه مثلا الناون. بالتالي أثناء عملية المعالجة أنه أنا راح أحتفظ بالأتربيوت الأخرى لذلك الريكورد، لكن هذه الأتربيوت اللي معرفة بالناون راح أتجاوزها، أقول له مثلا في حالة أنه وضفنا شرط الإف الإف كونديشن، إف this attribute equal a noun then ignore. بالتالي أني فقدت جزء صغير من الريكورد لذلك يعني الاتربيوت من ذلك الريكورد. عندي ريكورد بمجموعة من الاتربيوت واحد من عندهم مفقود، فراح أفقد جزء معين من تلك البيانات، ما راح أفقد كل السجل. أيضا راح نشوف هذا في المثال اللي راح نجي بعد هذا السلايد، بس خلينا نتعرف على الطرق. Centered tendency such as the mean or median، إنه أنا أروح لتلك الأتربيوت أسلوب آخر لملء الفراغ أو لملء فراغ ذلك الأتربيوت، إنه أجد المعدل mean or median لتلك البيانات أو لذلك العمود اللي يحوي الأتربيوت المفقودة وأضعها في الفراغ. وإحنا عرفنا شلون نجد المين والميديان، يعني فشي تقريبا صار واضح عندنا كيفية إيجاد الميديان واللي هو نقصد به القيمة الوسطية للبيانات المرتبة، والمين اللي هو جمع المعلومات أو جمع البيانات وتقسيم على عددهن. وغالبا هذا الخيار ممكن تنفيذه مع البيانات الرقمية، ولكن مع البيانات اللي تكون نومينال تكون صعب تنفيذها، فنلجأ لـ ignore the tuple. إذن الخيار الآخر وهو most probable value such as values based on decision tree، إنه أني أعتمد على القرار، مثلا أنا عندي التخمين أخمن إنه هاي القيمة رح تكون هيجي بناء على على الأتربيوت الأخرى لذلك السجل. مثلا أنا عندي عمر هذا الطالب مفقود، تاريخ ميلاده عندي موجود، فأقدر أخمن العمر مالته، أو عندي مرحلته في الجامعة فأقدر أخمن المرحلة العمرية، يعني من ناحية مثلا هو صف خلينا نقول ثاني كلية، فأقدر أخمن إنه عمره ممكن يكون 19، ممكن يكون 20 أو 21، غالبا يعني يكون 20، فأنا أعتمد على التخمين لإيجاد أو قيمة تلك الأتربيوت. لو نأخذ هذا المثال، عندي هذه داتا سيت وعندي هذا الريكورد اي دي مات 1 اي دي ريكورد 2 ريكورد 3 4 وهكذا 8 ريكورد، وعندي هاي الاتريبيوت اي 1 اي 2 اي 3 اي 4. نلاحظ انه هنالك بعض البيانات تكون متواجده عندي بس بعضها تكون مفقوده. المتواجده تكون هي يعني انا لونتها برقم بلون اسود والمفقوده برقم 8، يعني هاي مو البيانات الحقيقيه وانما هي بيانات تخمينية. لو مثلا عندي هذا الجدول رقم 1، لاحظت انه هاي الاتربيوت فارغة او الفاليو اوف اتربيوت اي 2 فارغة،
فشن أسوي؟ قررت أنه أستخدم أسلوب المين أو أسلوب الميديان. في مثال هنا استخدمت أسلوب الميديان. فش أخذت؟ عندي أخذت الأتروبيوت مات هذا الكولوم، يعني مات الريكورد الأخرى اللي هن 6 7 8 9 13، رتبت إنهن مرتبات بشكل تصاعدي. لازم أرتبهن، يعني الميديان عرفنا إنه لازم حتى أجد القيمة الوسطية اللي تفصل ما بين القيمة العليا والقيمة الدنيا، نحتاج إنه نرتب تلك الفاليوس ونجد القيمة اللي تكون في الوسط. عندي هنا عدد زوجي، فالثمانية كان هو الخيار، فأخذت الثمانية عبيتها في هذا الفراغ وأيضا في الفراغات الأخرى. طبعا أني كل أتروبيوت استخدمت أسلوب مختلف حتى نطبق أكبر عدد من الأمثلة. إنه في الأتروبيوت A2 أنا قررت أستخدم الميديان. أنا شفت إنه هذا الأسلوب الأنسب لإيجاد value of this attribute. عندي attribute A1، شفت انه البيانات اغلبها متوفرة عندي، فقط رقم ريكورد رقم 3 عنده اتريبيوت اي 1 مفقودة. شنو اسوي؟ انا يعني قررت انه استخدم اسلوب المين، فاجمع 1 2 3 وهكذا، اجمع واقسم، طلعت النتيجة عندي 3.25. اقدر اخلي هنا 3.25، بس غالبا الدبلز نمبر ذيس يعني هاي فلوت نمبر تكون يعني ما تفيدني، لانه نلاحظ انه الجدول اغلبه ريال نمبر، فاخذت فقط الرقم الصحيح 3. فهنا لو كانت مثلا القيمة الحقيقية لهذا الرقم هو خلينا نفرض 4، يعني هذه هنا القيمة للاي 1 ريكورد 3، القيمة الحقيقية هنا 4، فأني من اختارت 3 أو من خمنت إن هي النتيجة 3 على أساس المين، تقريبا يعني مستوى التغاير أو نسبة الخطأ كانت تكون قليلة 1 على 4، يعني أني تقريبا وصلت للقيمة الحقيقية. بالتالي نتيجة التحليل في نهاية هذه الخطوة تكون مقاربة للنتيجة الحقيقية. هنا تجي فائدة التخمين، انه انا وجدت قيمة قد تكون مشابهة للقيمة الحقيقية او مقاربة لها، بالتالي نسبة الخطأ راح تكون قليلة. عندي ايضا اسلوب اخر، وهو انه استخدم global constant. عندي هنا أنا اختارت انه اضيف unknown، انه انا شفت انه استخدام اسلوب المين والميديان غير مجدي مع attribute رقم 3، ففضلت انه استخدم الناون. طبعا ها وضعت الناون هنا، فمن اجي اعالج ريكورد رقم 2 انا راح ابقى استفيد من هاي القيمه، وايضا استفيد من هاي القيمه، واستفيد من هاي القيمه. بالتالي اني ما رح يعني اذا حذفت هذا الريكورد كله راح افقد معلومات هذه القيم. هنا قلنا يعني هنا قلنا انه سبب انه global constant بعض الاحيان يساعدني على عدم فقدان المعلومة. لما اجي اعالج اقول له اوكي اتريبيوت اي 1 مستفادة منها، 2 مستفادة منها، اي 4 مستفادة منها، لكن احنا المعلومة من هذه الفاليو اهمل لي اياها، انه انا ما اقدر اخمنها وهي قيمة missing غير موجودة. عندي الخيار الأخير وهو ignore the tuple. هنا البيانات مثل ما هي واضحة هي بيانات classification أو ordinal، يعني مثلا هنا لا مثلنا اللي قلنا إنه يكون مريض في مرض خلينا نرمز له A، هنا patient مريض بمرض نرمز له B وهكذا. هنا ما أقدر أخمن هل هذا الشخص مريض بA أو B، لأن هي مسألة يعني مسألة حاسمة، فأفضل إنه شو أسوي؟ إنه أحذف هذا الريكورد كله، على الرغم من إنه أنا راح أفقد قيمة المعلومة راح تجيني من هذه من رقم 3 8 و13، بس هنا أنا هاي المعلومة هي معلومة كروشال، نسميها كروشال، يعني معلومة جدا حرجة ومهمة ومن غير الممكن تخمينها، فالأسلم إلي إنه أحذف هذا الريكورد. في حال انه ما قدرت اخمنها او ما قدرت ان اتحقق واجد هذه القيمة، في الاسلم انه احذفها. طبعا في عملية الحذف لازم انه ننتبه، في نفرض هنا انا عندي 8 ريكورد، غالبا يعني عملية الحذف تكون غير سليمة،
لانه راح يقل من عدد السامبل اللي عندي واللي راح احللهن. لنفرض انا عندي داتا سيت متكونه من 100,000 وبديت احذف كل values او كل attribute تكون فارغه او تكون null. مثلا عمليه الحذف ادت الى انه هذه البيانات تكون عددها 75,000، اوكي بقى العدد هو جيد. لكن لو عمليه الحذف ادت الى انه هاي البيانات تكون او تصبح مثلا 100 عينه، هنا ما يصير، لانه كل ما ذكرنا انه كل ما تكون البيانات او العينه قليله كل ما كانت النتيجه الاوتبوت غير حقيقي ما بيفيد مصداقية. فحجم البيانات او حجم الداتا سيت دائما يجب ان يكون يعني تكون عدده كبير. فاحتاج انه في عملية الحذف انه اتأكد انه عملية الحذف ما اثرت على البيانات او على حجم البيانات. طبعا اني اوبشنال عندي اقدر استخدم اي اسلوب املي بها هذه البيانات باعتماد على يعني قراءة تلك الداتا سيت وفهم طبيعتها. عملية الحذف ويعني الدروب او الريموف كلها تؤدي الى حذف تلك الاتريبيوت او تلك المعلومة، وعملية الفلنج عملية الملئ ممكن تنفيذها مع البايثون باسلوب جدا سلس وسهل. فهنا جددتكم او يعني بينتكم مجموعة من الكودات، فانا عندي الداتا واللي نقصد بها اسم الداتا سيت، يعني انا عندي هذا في هذا الجدول اللي هو الداتا سيت سميته باسم داتا، فاقول له داتا دوت دروب احذف مثلا الخلية او الرو اللي الايدي مالته 30، dot any place يساوي true يعني افعل هاي الخاصية، والاكسس يساوي 0 انه اقصد بها يعني صف او عمود. بسهولة اقدر اروح اذا يعني اذا كنت اعرف رقم الرو اروح اقول له data dot drop ذلك الصف، والبايثون راح ينفذ لي عملية حذف ذلك الصف بالاعتماد على based on index انه اعرف الاندكس تبع الرو واحذفه. لو اريد احذف رو بالاعتماد على طبيعة الفاليوز الموجودة في ذلك ذلك الصف انه انا drop rows with null value in a certain column، انا اعرف الكولوم اللي عندي واجي احذف الرو اللي يحوي هذه القيمة، فاقول له bd.not null. طبعا البي دي نقصد بها الباندس اللي احنا بيناها في الفريم او السلايد الاولى اللي قلنا انه امبورت الباندس از بي دي، وبعدين قلت انه داتا تساوي بي دي دوت داتا فريم. فالبي دي هو عبارة عن كأنه مثل المعرف للداتا ست اللي انا عندي. ايضا اريد احذف الداتا الفاليو بالاعتماد على النول فاليو، انه اروح احذف كل الصفوف اللي تحوي على فاليو فارغه، فاقول له داتا تساوي داتا نفسها اسم الداتا سيت اللي عندي، فاقول له drop not available ان اي drop ان اي، احذف لي كل الاتريبيوت او الفاليو اوف الاتريبيوت اللي تكون قيمتها null، تكون قيمتها ما عندها قيمه فارغه. في الكود الأخيرة وهو following with mean، follow with mean median max min constant، أنا ذكرت في مثالي إنه عندي بيانات فارغة فمليتها بمقدار المين والميديان، فأقدر أعمل هذا الشيء في البايثون بإضافة مثلا داتا أي اسم الأتريبيوت اللي هي A1، داتا اسم الداتا سيت A1 اسم الأتريبيوت، فأقول له يساوي داتا ايضا اعيدها اسم الاتريبيوت دوت فيل نوت افيليبل داتا اي دوت مين، اجيب نجيب لي المين مات الاتريبيوت اللي اسمها اي، هنا اي 1 اني مشتبهه، هنا لازم تكون اي 1، فاقول له جيب لي المين مات اتريبيوت رقم اي، اتريبيوت رقم اي، وجيب لي المين مالتها وخلي لي اياها في الاتريبيوت الفارغه
الاتربيوت في الاي 1 اللي تكون فارغه. فنلاحظ انه مثلا عندي هاي الاتربيوت اي 2 ممكن في خطوه واحده واعاز واحد هذه الكود راح تبني لي 8 8 8. راح انا اكتب نوت هنا تصير دوت ميديان لانه انا اخترت في الاتربيوت اي 2 اقول داتا اي 2 تساوي داتا اي 2 دوت فيل نوت افيليبل داتا اي 2 دوت ميديان. فراح يروح لي اتربيوت رقم 2 اللي هو هذا ويملي لي اياها برقم 8. وبنفس الاسلوب اقدر امليهم بالماكس والمينيمم او اني كونستانت جلوبال كونستانت. مجرد انه اخلي هنا قيمه القيمه اللي انا اختاريت انه املي بها تلك الفراغات.